غير아, 저건 이제 그거 같은데. 안 보지? نحن مستعدين نشاركوا مع فريقنا مع الدوري الليبي ولي، لكن بالبرنامج الجديد اللي دروا نادي دون نادي، مثلا تعطي نادي كبير فلوس ونادي صغير ما تعطيه فلوس، حتى في التصفيه والله نقد ننزل نهبط الدرجه الثانيه وهذاك ياخذ الكاس وياخذ بطوله ويشارك في الدوري في الامم الافريقيه ونحن ما مثلا بصراحه ما عادش نقدر نوقف على رجلي ولا نساهم في الدوري الليبي. بكون دوري الليبي بكون دوري ممتاز باش في كل منتخب كويس وفي مع الدول العربية بين الجوار بين تونس مصر بكون حتى نحن في المستوى هذا، لكن تعطي فريق دون فريق يكون الكرة الليبية تهبط.